ليش العالم يحبونه؟ وش يسوي؟ مو كل الشهرة انه يحبك، ممكن يكره. في ناس اكثر، رأى ثلث المشاهير او نصهم مكروهين، بس انك مر عليه ما امدح. جات الفاظ ما تليق انها تطرق على الطاولة. ليش طرقت باب الشهرة؟ ما انا ما طرقتها، انا بديت بالقصيد من حب حقيقي، حب الموهبة هذه. فقام القصيد يفتح لي باب باب باب، مستحيل الباب يفتح توي واقعد انا. انت يقول الله يسعي عبد واسعد معك. انت جيت سكريبت؟ نعم. طرقت باب الشهرة. انا جاني شيء ما ودي احرقه، لكن علشانك يا عفان نحرق كل شيء. الله يطول عمرك ويسلمك.